بكم اجمعين، ولايك وشير وصل على الحبيب قلبك يطيب، وابدأ الفيديو معايا بالدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب ويثبتهم، امين امين. طبعا انتشرت اقاويل الساعات الماضية عن حقيقة رحيل محمد عبد المنعم واتفاقه مع موناكو الفرنسي، هنكشف في الحلقة دي التفاصيل الكاملة والحقيقة الكاملة لاتفاق محمد عبد المنعم مع موناكو الفرنسي وموقف النادي الأهلي من رحيل اللاعب. كمان هقول لكم مين هيكون بديل محمد عبد المنعم في الأهلي بعد رسالته المثيرة. كمان موناكو الفرنسي يكشف لكورة بلس حقيقة التفاوض مع الأهلي لضم محمد عبد المنعم. وكمان في المصري اليوم كتب تعليق مثير من إكرامي لمحمد عبد المنعم، لازم يمشي، ورسالة مهمة من محمد عبد المنعم لجماهير النادي الأهلي. لكن في البداية صديقي ما تنساش اللايك للفيديو علشان نوصل الحلقة دي لكل الناس، فضلا وليس أمرا عايزين نوصل بالحلقة دي لعشر تلاف لايك أهلاوي. الحقيقة الكاملة لاتفاق محمد عبد المنعم مع موناكو الفرنسي وموقف النادي الأهلي. خليني بس قبل ما اكشف لكم كل حاجة نتكلم عن محمد عبد المنعم شوية، ومفيش اختلاف ان هو من افضل المدافعين اللي موجودين في العالم، وليس في افريقيا وفي مصر بس، انا بعتقد من وجهة نظر ان محمد عبد المنعم من افضل المدافعين اللي موجودة في العالم، بيفكرني بفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي. كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة التقارير المنتشرة، التقارير الإعلامية المتداولة خلال الساعات الماضية حول اتفاق محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي مع أحد الأندية الخارجية للرحيل إليها في ميركاتو الصيف القادم الذي سيبدأ بعد أسابيع قليلة جدا. ارتبط اسم محمد عبد المنعم خلال الساعات الماضية بالرحيل لنادي موناكو الفرنسي حسب تقارير إعلامية فرنسية، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن اللاعب على بعد خطوات قليلة من نادي جلاطة سراي التركي. وأكدت التقارير أن محمد عبد المنعم وقع بالفعل لنادي موناكو الفرنسي، واستشهدت التقارير بما نشره عبر صفحته على إنستغرام قائلا: سأحمل دائما حبكم ودعمكم، شكرا لكم على كل شيء. وأوضح المصدر أن ما نشره محمد عبد المنعم لا يعني اتفاقه مع أحد الأندية الأوروبية كما ترددت، مؤكدا أن اللاعب مستمر مع النادي الأهلي ولن يرحل بهذه السهولة، خصوصا بعد تجديد تعاقده في الفترة الماضية. أضاف المصدر: نعلم جيدا أن عبد المنعم على رادار عدة أندية أوروبية، لما لا، وهو أفضل مدافع حاليا موجود في قارة إفريقيا وأسيا. محمد عبد المنعم من أفضل المدافعين، إن الواحد يعني بيبقى مبسوط وهو بيتفرج عليها. محمد عبد المنعم من حقه التفكير في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، خصوصا وهو من أفضل المدافعين اللي موجودة في العالم، ولكن لابد أن يتم ذلك وفقا للطرق الشرعية حتى لا يخسر جماهير النادي الأهلي. وأعتقد أن اللاعب مرتبط بعقد مع النادي الأهلي مازال مستمر حتى يونيو 2025. وشدد المصدر على أن الكثيرين فهموا ما نشر عبد المنعم بشكل خاطئ، فاللاعب لم يقصد وداع جمهور النادي الأهلي العظيم، بل كان يثني عليه وعلى دعمه للفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي كان له دور مؤثر جدا في تتويج النادي الأهلي ببطولة إفريقيا السبت الماضي على حساب الترجي التونسي. من ناحية أخرى، أغلق مسؤول النادي الأهلي الباب في وجه احتراف إمام عاشور لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وحسم الأهلي هذا الأمر بسبب حاجة الفريق لجهود اللاعب. وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن الأهلي لم يتلقى عروضا رسمية لضم إمام عاشور، ولكن قد يكون هناك اهتمام من أندية خارجية باللاعب نتيجة العروض القوية التي يقدمها مع النادي الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في بداية الموسم الحالي. وقال المصدر كمان على أن النادي الأهلي متمسك بقوة باستمرار إمام عاشور بعدما أصبح إمام عاشور أحد أبرز لاعبي الفريق وقدم نفسه بشكل جيد.
لذا سيكون من الصعب الموافقة على أي عرض خارجي. وكشف المصدر أن إمام عاشور لا يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي. فالأهلي مش عايز يمشي إمام عاشور، وقال كمان أن المصدر أن إمام عاشور لا يرغب في الرحيل ويتمنى البقاء مع النادي الأهلي لمواصلة البطولات والإنجازات التي حققها مع النادي الأهلي هذا الموسم. فإمام عاشور مش عايز يرحل عن النادي الأهلي. طيب مين هو بديل محمد عبد المنعم داخل النادي الأهلي بعد رسالته المثيرة؟ أثار محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد رسالته الأخيرة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتلميحه بالرحيل عن النادي الأهلي نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي. وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة للوطن سبورت أن زين الدين بالعيد لاعب نادي اتحاد العاصمة الجزائري أحد الأسماء المرشحة في الوقت الحالي من أجل تعويض رحيل محمد عبد المنعم عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بناء على رغبة اللاعب في خوض رحلة الاحتراف. وشدد المصدر على أن المفاوضات تسير بشكل جيد بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة من أجل الحصول على خدمات زين الدين بالعيد بشكل رسمي في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني في تدعيم هذا المركز خلال الفترة المقبلة. عاد محمد عبد المنعم ينتهي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويرفض اللاعب فكرة تجديد عقده إذا يتطلع لخوض تجربة الاحتراف خلال الفترة المقبلة. نادي موناكو الفرنسي بيكشف حول الأخبار المتداولة وحقيقة التفاوض مع النادي الأهلي لضم محمد عبد المنعم. كشف الفرنسي كامل شنيبة المنسق العام لفريق الكشافة بنادي موناكو حقيقة التعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. كمان كان وقد أفاد موقع فوت ميريكاتو الفرنسي أن نادي موناكو دخل في منافسة مع نادي جلاطة سراي التركي من أجل التعاقد مع الدولي محمد عبد المنعم الصيف القادم. وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2025، مما يسهل عملية التفاوض على ضمه مع مسؤول القلعة الحمراء بحسب ما أكد الموقع الفرنسي. وأكد كامل شنيبة في تصريحات عبر كورا بلس نادي موناكو لم يتواصل مع النادي الأهلي بشأن التعاقد مع محمد عبد المنعم، وتابع كل ما يقال حول دخول موناكو في مفاوضات للتعاقد مع مدافع النادي الأهلي غير صحيح. وذكر ربما نادي فرنسي آخر هو من قدم العرض، ولكن الأكيد أنه ليس موناكو، واختتم كل هذه الأخبار مجرد شائعات وغير صحيحة. ووجه عبد المنعم مساء أمس الجمعة رسالة خاصة للجماهير من داخل معسكر منتخب مصر، ونشر محمد عبد المنعم صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام سأحمل دائما حبكم ودعمكم معي، شكرا لكم على كل شيء. وخلال هذه الفترة الحالية يتواجد محمد عبد المنعم داخل معسكر منتخب مصر. قل لي من رأيك يا صديقي في نهاية الحلقة، هل تتوقع رحيل محمد عبد المنعم؟ ومين هو أفضل بديل من وجهة نظرك لتعويض محمد عبد المنعم؟ هل هو زين الدين بالعيد ولا لاعب تاني؟ شكرا يا صديقي إنك كملت معايا الحلقة للنهاية. ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل جديد. بشكرك إنك كملت معايا الحلقة للنهاية. أشوفك على خير، مع السلامة.